أعتبر تجربتي في هذا البرنامج جدا مميزة، بحيث تعلمنا عن الطاقة المتجددة بأكثر الطرق الممتعة، وساعدني في تطوير نفسي من الناحية العلمية والاجتماعية، وزاد شغفي للمعرفة والعلم. اختبرت اختبار مقياس موهبة في الصف الثالث ابتدائي عندما ترشحت من قبل مرشدة طلابية في المدرسة. في البداية توترت أني أخفق في هذا الاختبار، وتوقعت أني ما راح أجتازه، ولكن الحمد لله ترشحت إلى برامج كثيرة وفرص عديدة. اشتركت في برنامج جيل علوم التقنية الإثرائي البحثي، وتعلمت كثير في هذا البرنامج. تعلمت عن أساسيات كتابة البحث العلمي، وزاد ثقتي في نفسي، وزاد شغفي لكتابة بحث. تعتبر الطاقة المتجددة حل لمشاكل كثيرة نواجهها، وهي ما نتوجه إليه في المستقبل. فأنا أطمح أني أستخدم علمي لخدمة وطني. أحب أشكر مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله الموهبة والإبداع، وجامعة الملك سعود لهذه الفرصة المميزة والممتعة.